لماذا لا يوجد في الحماس فصل قدم مبادرة خارج من الحماس معني بنا أسمكم صريحة تفضل معني إن شاء الله ما مش قلت سبعه الدار اللي كاين الخدمه بان حسن كيما يقولوا جيت كل شيء بعد لهنا في نفس المكان هذا وصار على جبل الدار برك هنا سيدي شوف الاخ انت المحل هذا ما هو مده زمنيه وانت لهنا يعني من سنه 2020 وانت في المحل هذا يعني من المفروض ما نجيوش دوك نقول انا راح نعقب رمضان ولا الشروط ما تسناش ما دامني درت عقد ايجار في المحل هدايا يعني مده الايجار تاعي لازم يعني نستوفيها في الشروط اللي لازم في المحل ما فيها لا راح نخرج لا راح نقعد التسمم ولا كاش ما يسرى ما يتسناش اني نغلق نحبس وندير الشروط الصحيه لازم تتوفر نص رمضان سي واسمو فاس كما هذه ما نقدروش انا الحمايه تاع المستهلك اللي احنا كيما يقولوا متواجدين لهنا من اجله ما تسناش لانه كيستهلك المنتوج هذايا ماش راح يقول استنى نبدل المحل ولا ما دام المحل المنتوج هذا راه ينتج في المحل هذا يعني راه في الشروط هذيا فهمت في الشروط هذه اللي راه تتوفر هنا منعدمه الشروط ماده غذائيه واش الله حاجه كاتبه مرطبات الملفاي راهي مرطبات البريوش راه منتوج غذائي اليوم درت بلا والله البيتزا شنو تخدم فيها انا البيتزا البيتزا خدمتها على شي هذا البارح على شي هذا المنتوج معليش هذا المنتوج تاعك بقالب نهزو هذا المنتوج معليش هذا قداه اليوم عنده تاع شي يوم تاع اليوم هذا هي على بالي باللي مش راح يستهلك لا هذا مش راح يستهلك لا هذا مش راح يستهلك بصح ما نخليهش في المحل انا بغيت نخلص دوك اللي طويل على بالي طاولة العمل تاعك راي طاولة العمل ها واش بقات لي خدمة هنا العجينة سامحني العجينة كي تجي من هنا تهبط هنا ولا ما تهبطش؟ حاجة باينة أكيد ثاني فلوريها بالثاني هنا يعني ما هذا ما يكونش هنا لا هذا فلوري وبيه هذا يكون هنا هذا ما يكونش يكون فلوري شوف هذه كيسه تبقى لك تحكم لك يطلق لك هذه نحط لها سيمه بيضاء ما عندناش واش نحطوا ما تحكمش ما لازمش باسكو العجين مش احنا غسلوها العجين كي تخرجها انت عجينه من هنا وتحطها في الفرن وتخرج منتوج ها راح يستهلكها المواطن مباشره وحنا كاين شروط لازم من البدايه حتى نخرجوا منتوج نهائي هذيك المراحل تاع كامله لازم تتوفر لانه ممكن في مرحله من المراحل يصرى لنا التلوث الغذاء هذاك مما قد يتسبب في تسمم غذائي وفي امور ممكن لا يحمد عقباها يعني انت تقول حتشي مي لا 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 انا والله نسعى الامر هذا نسعى بصح ما ديريش حاجه قادره تجي فوق الطاقسي حاجه قادره ما تقولهاش قادر هذه نعمه هذا نشاط يتحتم عليك اذا كنت ما تستطيعش باش توفر الشروط تاعك ما تخدمش لا 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 النشاط على انا وحدي ما تقدرش توقف انا عزلي ما قابل ما نكذبش عليك تسمى وحدي نبريباري شي نقدر عليه باسكو واش فيها صاشي لك حل هذاك صاشي لك حل هذا ايش من عجينة دي؟ مش عجينة دي ايش هي هذي؟ هاي كنظم نطلع لهم فتها بالصاشية هبط هذه الصاشية الكحلة أولا ما هيش تفضل أحكم زميل شوف هذه الصاشية هذه أرى موجهة لل موجهة للرمي الفضلات الصاشية الأسود الكيس البلاستيكي الأسود غير غذائي تفضل هذا غير غذائي يعني كي تغطي به هنا يعني راح تزيد تاثر على المنتوج تاعك هذه واش المركبه من سكر ما فيهش سكر دي فون بون نشريوها كرتونه وندوبها بركه نخلطوها في وين الكرتون تاعها هذه نطي شوف نخلصو نطي شوف سيبو هذا ولا واش استعملتي نحطوها بكل في الباطير ونطلعوها هذا ما كندورها بما تسمى ما كلش نحيو بالطرف والمواسم